بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في القناة الطبية. النهاردة مع دواء جديد هو ديكوزال قطرة لعلاج احتقان الأنف. ديكوزال يعتبر من الأدوية اللي بتعالج أمراض الأنف والأذن والحنجرة. يعد من الأدوية المضادة للاحتقان، يقوم بتضييق الأوعية الدموية داخل جسم الإنسان، يؤدي التضييق الى تقليل الاحتقان. يعتبر من اكثر الادوية التي تقوم بعلاج التهيج في الجيوب الانفية ونزلات البرد. اول حاجة هنتكلم عليها هو دواء استعمال ديكوزال قطرة. تستعمل قطرة ديكوزال في علاج حالات نزلات البرد والانفلونزا. يقوم الطبيب بوصفها لعلاج حالات التهاب الانف المصاحب بالاحتقان. يقوم ديكوزال ايضا بعلاج حالات الحساسية التي تتسبب في اصابة المريض بارتشاح الانف واحتقانه. يستعمل ديكوزال في علاج تورم مجرى التنفس العلوي وضيقه لدى المريض. يعمل ديكوزال على تسهيل تصريف الافرازات في حالات التهاب الجيوب الانفية. يعمل ديكوزال على تسهيل تنظير الانف. يعتبر ديكوزال علاج مساعد تخلص في حالة احتقان الاغشية المخاطية للانف والبلعوم التي تتسبب فيها اصابة المريض بالتهاب في الاذن الوسطى. ما هي الجرعة وما هي طريقة استعمال ديكوزال؟ الجرعة المعتادة في استعمال ديكوزال تكون نقطتين داخل كل فتحة انف 3 مرات في اليوم، ويجب عدم استخدامها اكتر من 3 ايام. الجرعة المستخدمة للاطفال وضع قطرة واحدة في داخل كل فتحة في الانف مرة او مرتين في اليوم، ولا تتعدى فترة الاستخدام 3 ايام. جرعة الاطفال الذين يزيد اعمارهم عن 6 سنين الى تكون عن طريق القيام بوضع قطرتين او 3 قطرات داخل كل فتحة لمدة لا تتجاوز 3 ايام. قد تتسبب جرعة زائدة في حدوث عدم انتظام النبض، وربما تسارع نبض ضربات القلب، وربما تتسبب في الاصابة بارتفاع في ضغط الدم، وربما تتسبب في فقدان الوعي لدى بعض المرضى. كل مريض حسب قوة تحمله. ايه هي الاثار الجانبية لدواء ديكوزال؟ قد يتسبب ديكوزال في تآكل جدران الأنف والغشاء المخاطي الذي يقوم بتبطين الأنف. أيضا لو المريض تناول جرعة زائدة قد تتسبب في إصابة بارتفاع ضغط الدم. أيضا لو تناول المريض جرعة زائدة قد تتسبب في احتباس البول لعند بعض الأشخاص. ما هي الاحتياطات وما هي موانع الاستعمال لديكوزال؟ قد يتسبب زيادة الاستخدام ديكوزال عند الأطفال بإصابتهم ببعض الآثار الجانبية التي تسبب فيها الدواء، ويجب استعمال هذا الدواء لفترات قصيرة. أيضا يجب أن تكون مدة الاستخدام لا تتجاوز 3 أيام حتى لا يتعرض المريض للآثار الجانبية التي يتسبب فيها زيادة الاستخدام. أيضا لا يجب القيام باستخدام الدواء للأطفال أقل من 6 سنين. أيضا لابد من الأخذ في الاعتبار عدم قيام السيدة الحامل باستعماله، لأنه بيأثر على الطفل الجنين. والدواء لا يستعمل أيضا للسيدة التي تقوم بالرضاعة الطبيعية، لأنه يمر إلى لبن الأم ويمر إلى الطفل الرضيع ويسبب له مخاطر صحية كثيرة. ما هي تفاعلات ديكوزال مع الأدوية الأخرى عشان المريض يتجنب حدوث تفاعلات بين الأدوية و بين ديكوزال؟ يجب على المريض اخبار الطبيب بكل الادوية التي يتناولها. في نهاية الفيديو ارجو ان انتوا تكونوا قد استفدتوا من الفيديو، وارجو من حضراتكم دعم القناة بالاشتراك في القناة لو انت مش مشترك، وضغط لايك وتفعيل الجرس وعمل مشاركة للفيديو، وايضا الضغط على علامة الجرس عشان يصلك كل فيديو جديد. في نهاية الفيديو شكرا لكم، واي تعليقات اكتبوها في التعليقات اسفل الفيديو. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.